البعض يقول أنه لا يوجد تواصل مباشر بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، على الرغم من أنه كان في زيارات إلى سوريا وكان في تواصل حتى على أيام اللواء عباس إبراهيم مدير العام للأمن العام، كان عم بيصير حملات لإعادة هؤلاء النازحين، وكان في خلاف بين وزارة الشؤون ووزارة المهجرين حول هذا الملف، ومن يعني من صلاحيات مين أن يتناول ملف النازحين. امبارح كان في عندي على التويت، نعم، أحد الأشخاص يلي عنده منصة على التويت، وبقينا من 9:30 للوحدة ونص حول هالموضوع بالذات، وكان كنت أنا كوزير داخلية سابق، وكان الوزير علي حيدر وزير المصالحة السورية، وحكينا بالتفاصيل. وآخر شيء لفت لي نظري، عم بيقول أنه نحن اليوم بحاجة لمليون سوري يرجعوا على لبنان، بحاجة لهم يشتغلوا اليوم بالزراعة، وببعض يرجعوا إلى سوريا، يرجعوا إلى سوريا لأنه ما بقى عندهم، يعني ما بقى عندهم يد عاملة موجودة بسوريا، وهني مستعدين يساعدوا كل السوريين اللي يعني عم بحمسوا عم بشجعوا السوريين إنه يروحوا على. بس أنا رح أقول لك، السوري منه خايف من الوضع الأمني بسوريا، هو بيعرف، هو إذا راح على سوريا بيخسر $400 عم ياخذهم، وهذه $400 هيدي تحريض، أنا بعتبرها تحريض من الدول، من المنظمات الان جي اوز وغير الان جي اوز، ومن المفوضيه الساميه. بقى هودي بقول لك اذا رحت انا على سوريا راح اخسر $400، يمكن انا ما طلع $400. فاذا عودتهم لهوني لاسباب اقتصاديه مش لاسباب امنيه، يعني مش خايفين. هلا كيف بدهم يرجعوا؟ وهذا الموضوع بحثناه امبارح بالتفاصيل، كان في اكثر من 300 مداخله حول هالموضوع هذا. لكن في حلين، في انا اقترحت يومتها انه في حلين بهذا الموضوع حتى يمشي: انتخاب رئيس جمهوريه، تاليف حكومه فاعله، هذه الحكومه تقوم بالتنسيق مع الحكومه اللبنانيه، لانه هو السوريه وعلى الحكومه السوريه هو شو قال؟ عم بيقول انه بيطلع موافد من هون، او بيطلع موظف مدني موظف عسكري يعني بدون ما يسمي، نعم، او بيطلع وزير بيقابل وزير. هن بدهم اعتراف من الحكومة اللبنانية بالحكومة السورية، وليش لا؟ طيب ما إذا نحن من شو خايفين؟ طيب ما إذا كانت الدول العربية بأغلبها ومنهم السعودية اقتربت من سوريا، طيب ليش نحن ما بنكون سباقين؟ لأنه نحن كدولة لبنانية نحكي شئنا ما بينا، نحبينا أو ما حبينا ما فينا نعادي سوريا، يعني شو عنا نحن حدود نمرق فيها على الدول العربية بالبر غير سوريا. هذا تأليف انتخاب رئيس جمهورية، هذا الموضوع ما بينحل هلا. نحن المطلوب يعني نحن ننتظر انتخاب حل الأزمة اللبنانية بداية لحل أزمة اللاجئين. هذا الموضوع مفروض قد ما فيهم الأجهزة الأمنية يكمشوا الشارع، يكمشوا مشان ما تصير في فوضى، لأنه هيدي الفوضى مدعومة من الخارج، وما بدنا نحكي بالتفاصيل ليش مدعومة من الخارج. هل يريد الخارج أن يوطن النازحين السوريين في لبنان؟ مش يريد، يعني اليوم في خطورة من وجود النازحين، خطورة ديموغرافية على لبنان؟ بعدهم مش مقتنعين الخارج، أحكيها بالمشبرح، مش مقتنعين الخارج أنه كيف حزب الله والثنائي الشيعي حاطين إيدهم على الدولة اللبنانية. بكل صراحة مش يعني صاروا يترجموها هني، وصاروا يوسعوا التفكير والتفسير تبعهم، قالوا لكان الشيعة اليوم مسيطرين على الساحة اللبنانية، المسيحي ما له دور، نحكي بكل صراحة. فإذا في الشيعي مقابل السني، السني اليوم متفرقين مش عم يتحركوا. حاولنا على أيام بال75 نحرك الفلسطينيين يلي هو الشارع السني، هي ما كانت القصة مسيحي فلسطيني، كانت القصة أنه الوضع والأكبر دليل أنه انتقلت من الحرب ال75 من فلسطيني مسيحي لمسلم مسيحي، ورجعت كفت بين سني وشيعي، شيعي ومسيحي مسيحي، ما قدروا ضبطوها برا. هلأ فكرهم أنه بركي بيضبطوها منوطن بطريقة مرتبة، أنه خيطوا عم اوعى تطلعوا، عم نعطيكم، ويعني يعني عم يستأجروهم إذا بدك، انه تعوقدوا، عم بيستثمروهم انه اقعدوا هون، بكره من المليونين يمكن نوطن مليون، بصير السني اكثر من الشيعة، وهونيك المشكله الكبيره يلي بدها تصير، يعني تخريب الديموغرافيا
على الساحة اللبنانية، يمكن هذا حلمهم هن. بس أنا بقول لهم إنه ما رح تتخرب الديموغرافيا ولا رح تقدروا أنتم توطنوا، ولا السوري رح يقبل، مثل ما حاولوا كثير إنه يوطنوا الفلسطينيين، الفلسطينيين هاجروا ونقص عددهم كثير اليوم على الساحة اللبنانية وما قبلوا يتوطنوا، على بدهم يرجعوا على فلسطين. اليوم هل هناك تخوف أمني إذا تطور الأمر بالشكل اللي نحن عم نشوفه ببعض المناطق عم بيصير، مش بس عم بيصير أحداث، عم بيصير في إطلاق شائعات إلى علاقة بالوجود السوري؟ امبارح شفنا بعرب صليم شو صار، مثل ما قالوا أنه وقفوا قلية داعشية، وتبين لاحقا أنه هؤلاء ثلاث شبان ما لهم علاقة، يعني بعد ما تم الكشف على الأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الخلوية اللي موجودة معهم أنه لا علاقة لهم بأي تنظيم إرهابي. عم بيتم بث شائعات لتوتير الوضع الأمني بالبلد بما يخص موضوع النازحين السوريين. في تخوف من أي حدث أمني قد يحصل كتبعات لهذه الأمور التي تحصل على الأرض؟ حكينا بالموضوع امبارح، ولا ممكن السوري يعملها ولا ممكن اللبناني يعملها. بقى يرتاحوا هؤلاء عم يعملوا شائعات، اللي عم يبثوا برامج من برا، واللي عم يبثوا افلام وبيبعتوها لهون، هيدي ما بتمشي بلبنان. لبنان رح يبقى هيك مضبوط امنيا لحين انتخاب رئيس جمهوريه، وستقوم المعالجه الجديه لعوده السوريين على 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 سوريا. نعم. واكبر دليل انه حسوا امبارح المنظمات الدوليه لما قرار اخذته الحكومه اعاده اعطاء الداتا، شو هي الداتا اللي يعني في كثير ناس ما بيعرفوا شو هي، انه الان سمعت امبارح كمان بالمناقشه انه طيب احد سال انه وين الدوله اللبنانيه ما بتعمل داتا؟ طيب ولو ما بتعرف الدوله اللبنانيه كم في سوري، لا هي الداتا مش عدد السوريين الموجودين على الساحة، هني الداتا عدد السوريين اللي بيقبضوا من المسجلين المنظمات. يعني طبعا المسجلين بحدود 820 ألف، الموجودين بحدود المليونين. عايام بتتذكر مدير الأمن العام وجه له تحية اللواء إبراهيم، قال في مليونين وثمانين ألف، يعني قبل ما يفل بشهر. فإذا مش كل السوريين مسجلين ولا كل السوريين بيقبضوا. بقى كمان بحثنا موضوع وهون حملوا هن السوريين، حملوا الدولة اللبنانية انه طيب يا اخي انتم عم بتشوفوه لها السوري وبالاعياد عم بيقول عيدوا، عم بيروحوا ويرجعوا، عيدوا بالارقام 36 الف سوري عيدوا برمضان راحوا ورجعوا، عم بيقولوا الحق علينا، نحن ما فينا نمنع السوري يفوت على لبنان. طيب اذا انتم يا لبنانيين ما بتمنعوهن، طالما فات على سوريا ليش ترجعوا تردوه؟ معناته هذا منه نازح، هذا جاي لهون عيد مع اهله، قعد جمعه وعشرة ايام وجايب معه مصاري بيقبضون. هيدي المشكله الاكبر، ليش اخذنا نحن الداتا؟ بدنا نعرف من الداتا اسماء الاشخاص يلي بتطلع على سوريا، وهيدي رح يصير اليوم الى انظر. هل هن لهم علاقه بالاشخاص اللي عم يقبضوا من المنظمات الدوليه ومسجلين كنازحين؟ صحيح. او لا هن اشخاص ربما موجودين من قبل داخل لبنان او فايتين بطريقه غير شرعيه؟ يعني اللي موجودين داخل لبنان قبل 2011 معروفين. نعم. انه نحن كان في 300 400 الف سوري على مدى السنين موجودين بلبنان، نحن بحاجه للعماله السوريه، نحن بحاجه لمين يزرع ومين يعمر. يعني انا بقول لك نص مساحه بيروت معمرينها السوريين، يعني ما في بقى. خلينا نحكي طب اليوم ليش بس عم بيتم تحميل مسؤوليه النازح السوري اللي عم بيفوت بطريقه غير شرعيه؟ ليه ما بيتم ضبط الحدود؟ ليش ما بيتم توقيف وملاحقه المهربين؟ رح اقول لك، سالته لمعالي الوزير، معلي اسمح لي انا احكي هلا، معلي سالته هل تستطيع الدوله السوريه ضبط الحدود او مساعدتنا لضبط الحدود؟ جاوبني تستطيع ولكن ما في إرادة من الناحيتين، من الجهتين يعني. هكذا.